والله شوف، هي كمية رسائل أتمنى أنها تصل إلى يعني سلي المعمر رئيس النادي، حسين عبد الغني المدير التنفيذي، وأيضا المدرب الفني بدرو. اليوم أنا في تقديري اللاعبين أوكي هم سلاحك الأهم اللي تحارب فيه. أي نعم الجمهور مهم جدا أوكي، لكن في النهاية والبداية السلاح الأهم والأكبر هم اللاعبين. لابد احنا متفقين، لما يجي واحد زي تركي العجمة قبل 45 يوم يقول تخيل الهلال والنصر في نصف نهائي، واحد منهم يطلع الثاني ويروح للنهائي ويجيب الكاس ويروح للعالمية. إلى الآن الهلال ما وصل للمرحلة دي، احنا نتحدث عن مرارة خسارة ثقيلة على مستوى نصف نهائي آسيا. هذه الخسارة من الطبيعي جدا أن تلقي بظلالها على الفريق على كافة المستويات، مهما حاول المدرب يدعي أنه تجاوزنا هذه المرحلة، اللاعبين يصرحون بنفس الطريقة، الرئيس يشكر الجمهور. أنا بقول لمسلي حاجة مهمة، مهم جدا أن تهتم بالجمهور، والجمهور سلاح مهم، لكن اللي وضح من خلال مباراة الاتفاق أنه الاهتمام ومخاطبة الجمهور لما جو في ملعب مرسول بارك يبدو لي أنه كان أهم. أرجوك يا أبو عبد الله تقبل كلامي حتى وإن كان قاسي، يبدو لي أنه مخاطبة الجمهور كانت عندك أهم من الاهتمام باللاعبين. الفوز والبحث عن الفوز يبدأ من غرفة الملابس، كان واضح جدا ثلاث لاعبين أو أربع لاعبين في الشوط الأول كارت أصفر، معناته في نرفزة، في خروج، في خوف من الخسارة، هذه كلها محمودة وجميلة في كرة القدم. لا، لكن لازم تعرف حاجة يا بدرو، الحين بدرو، الاستقرار في كرة القدم هو السلاح الحقيقي، أن يكون عندك عمود فقري هو السلاح الحقيقي لتعيد الفريق لوضعه والبطولات. بمعنى بعطيك مثال، بمثل بالجار، سلمان فرج من 2009 في الهلال وهو أساسي، من 2009، ياسر الشهراني نفس الشيء، البريك نفس الشيء، سالم الدوسري نفس الشيء. الاتحاد يمكن الظروف مثلا خدمت، لكن الاتحاد كيف قدر يكون عمود فقري عنده؟ بالاستقرار، الاستقرار هو اللي أعاد الاتحاد اللي كان قبل موسمين يصارع على الهبوط يا جماعة. فالاستقرار هو السلاح الحقيقي اليوم بوجوده. بعطيك مثال، من السناتر اللي يلعبون في المنتخب، مادو، عبد الله العمري، ومعاهم لجامي، هذولا بالفريق الأول، وعندك واحد في الأولمبي. معنى هذا أنه مع احترامي للأرجنتيني، إذا لو تقول لي بتقيمه ما أعطيه 2/10. فأنت الآن عندك فرصة حقيقية، حقيقية وواقعية للتصحيح. واضح أنك بحاجة إلى حارس مرمى، واضح أنت اشتغل على التفاصيل المهمة جدا للقدرة على النهوض بالفريق من جديد. أوكي، لا تنسى برضو حاجة مهمة، النصر دخل مباراة نصف النهائي شئنا أم أبينا في معظم الترشيحات من قبل الإعلاميين، من قبل الجمهور، من قبل الفنيين، كانت ترى أن النصر أخطر من الهلال بالذات على مستوى الأجانب. ففيه يعني تفاصيل صغيرة جدا داخل نادي النصر ما هو بقادرين يستوعبونها. اليوم أنت تبغى تعود من جديد للملعب، عد من خلال ترتيب الأمور والاهتمام باللاعب قبل كل شيء. وبختم في موضوع للاتفاق ويخص الاتفاق، أنا اليوم أبهرني الاتفاق الشوط الثاني على الأطراف من العمق، كل شيء سووه في الوصول لمرمى العقيلي، هو العقيلي صح؟ نواف العقيلي. نواف العقيلي، أوكي؟ وزي ما قال أبو نايف، أنا أتفق مع أبو نايف 100%. يمكن أنا وأبو نايف دائما نختلف في جانب، أنه غصب عليك أنه تسمع رأي الجمهور، مهما تقدر، ما يقدر ما يسمع رأي الجمهور، لكن في النهاية فعليا أنت اليوم نفذت اللي يبغاه الجمهور. شبوا على مادو مسكين، اوكي؟ اجل مادو، مع اني ما احب كلمه لو في كره القدم، لو سجل ذيك الفرصه كان حطوا له، يمكن خطر يقولون حطوا له تمثال في النادي اللي في الوقت بدل الضايع. ففي تفاصيل صغيره تفرق.
آخر حاجة، أنا متأكد أنه خالد الدبل بعد 67 مباراة اليوم وهو يشاهد الاتفاق في الشوط الثاني ندمان على المرحلة الماضية. بوجود يمكن أقول كلمتين؟ طبعا تقول كلمتين. لا، اختصار كلامنا ثلاثي. شوف يعني من يحترم النصر يتعامل معه بوضوح. شوف أنا أوجه رسالة لصاحب القرار، وللأسف أنا ما أدري من صاحب القرار في النصر. إذا تريد نصر يعود يجي مدرب مثل فيتوريا مستقل تماما فنيا يقود الفريق، إذا فيه هنا وهناك وتدخل ما راح يستقيم حال النصر أبدا. والله لو تجيب حارس أجنبي لابد من مدرب مستقل فنيا، له نظرة، له فلسفة، له خطة للفريق مثل ما سوى فيتوريا. غير تدخل بلاعب أو لاعبين أو ثلاثة ما يمكن يفلح النصر. فاصل قصير بعد هنا.